المهندس ممدوح حمزة بيقول بالضبط كده، انسحاب أثيوبيا من المفاوضات يعني إما إنها مستعدة لمواجهة عسكرية أو إنها أخذت ضمانات كافية بأنه لن يكون هناك مواجهات عسكرية. مرة تانية اتفضل. لا وصلت اتفضل. وصلت يا أستاذ محمد. اتفضل. أول حاجة برضو حضرتك وأنا من وقلنا إنه شيء غريب جدا ومريب إنه أثيوبيا دايما تقول لك لا مش هنفذ ده، والسيسي يقول لك هنكمل مفاوضات. يطلع رئيس وزراء أثيوبيا يهدد مصر والسيسي يقول لك هنكمل مفاوضات. يطلع أثيوبيا تتعنت والسيسي يقول احنا مكملين. ما هو ده شيء غريب. النهاردة السيسي يعني شيء غريب جدا إنه رغم التعنت والصلة في الأثيوبي وحتى أمريكا ما قدرتش تأثر على أثيوبيا ومشي وثبت الكل وثبت الكرسي، إيه اللي بيحصل؟ في حاجة حضرتك وأنا والمشاهدين واللي بيتابعوا يعني حاجة غريبة. هل في اتفاق بين السيسي وبين أثيوبيا وطرف إقليمي إسرائيل؟ في اتفاق على إنه اللي إحنا قلناه قبل كده وتوقعناه من سنوات، إنه في اتفاق فعلي إنه الحصة تنقص وإنه مصر تاخد فلوس أو مصر تدفع فلوس لأثيوبيا أو إنه طرف ثالث هيستفيد بالحصة والكهرباء. في حاجة غريبة جدا مش واضحة وما فيش شفافية للمصريين، وأي حد كريم وشريف وحر ومصري يعني أي مصري جدع بيحصل معاه الكلام ده يقول لك لا لا مش هقعد، أنا حتى لو هجوع، أنا حتى لو هموت أنا عندي كرامة. يا أخي طب أنت ما خدتش حاجة، أنت أساسا ما خدتش حاجة ومش هتاخد حاجة، طب بتكمل ليه؟ إيه الزلة اللي ماسكها لك أثيوبيا ماسكها لك أو أمريكا دلوقتي ماسكها لك أو حتى أي حد ماسكها لك ماسكها على السيسي؟ إيه الزلة غير إن هو يبقى في اتفاق خفي أنا وحضرتك والمصريين ما يعرفوش إنه هذه الفترة تعدي والسد يتملي وأثيوبيا تعمل اللي هي عاوزاه وتمشي القضية في اتفاقات احنا مش عارفينها؟ لا في حاجة لأنه لو السيسي رجل وطني ومصري، يا أخي لو مصري، لو أي حد مصري، لو هو ضابط جيش مصري مش هيعجبه إنه واحد كل شوية يهزقه ويقول له مش هقعد معاك مش هتفق معاك أنت. يعني إيه ده؟ منظر غريب وعجيب. بعد كل هذه السنوات أثيوبيا حتى مش عاوزة تقعد مع مصر، ومصر تروح تمضي بالأحرف الأولى في ظل إنه الطرف الثاني قال لك مش موافق. طب ما هو حل بسيط يا أستاذ محمد، اتفاقية 2015 البند الخامس بيقول لك لابد أن توقف أثيوبيا البناء إذا أوقفت المفاوضات. أثيوبيا قالت لك لا إحنا مش هنفاوض وهنبني ونملى. طب ما جالك البند يا أخي لو عنده دم يطلع السيسي ويقول لحتى البرلمان بتاعه التعبان ده يقول له اعمل كده اي كلام قوله هنناقش اتفاقية 2015 من اجل سحب الموافقة عليها، يعمل اي ضغوط. لكن شيء غريب ومريب، حتى الاعلام المصري ميت، حتى الخبراء اللي كان صوتهم عالي اصبحوا غير موجودين يا استاذ محمد. لا 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 ما يحاك لمصر خطير جدا. طيب سريعا كده عشان اروح للدكتور محمد يا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى باعتبار صحفي حضرتك صحفي متخصص في الشؤون دي، توقعاتك بس سريعا ارجوك، توقعاتك للخطوه القادمه. توقعاتي انه اثيوبيا ستكمل السد، اثيوبيا ستؤلف دول افريقيه اخرى لبناء سدود، اثيوبيا ستبني سدود اخرى، السيسي متواطئ اما بانه هناك اتفاق لا نعلمه واما انه من جاء بالسيسي ويدير السيسي ضغط عليه وبالتالي هو يعتقد انه ده من اجل الحفاظ على مصر، ده الحفاظ على الكرسي بتاعه. بقول خبراء الرأي في مصر اللي في المفاوضات ارجوكم اطلعوا وقولوا الحقيقه للمصريين، ارفضوا. بقول لمجلس الشعب المصري للشعب المصري ارجوكم اطلعوا اسحبوا الثقه من لجنه المفاوضات واسحبوا اتفاقيه 2015 وحافظوا على حقكم في الحياه. النيل مش حصه، النيل حياه. معنى ان النيل يتمنع عن المصريين معنى ان مصر تموت.